يقول السائل: رجل كبير السن ومريض، توقف في السعي عند المروة في الشوط الخامس وقص شعره، فما الحكم وهل تقبل هذه العمرة؟ يكمل الحكم أنه ما كمل العمرة، يكمل الأشواط 7 ثم يقصر بعد ما يكمل الشوط 7. تقصيره الأول خطأ، فإذا فعل هذا كمل الأشواط 7 وقصر تمت عمرته. نعم.